يلا سير. إذاعة المملكة المغربية بالرباط، نحييكم نقدمكم الأخبار الزوالية المفصلة لاستهل الموجز. هذا مقدمتها. صحيح جلالة الملك محمد السادس نصره الله يحتفل بعيد الفطر سعيد. جلالته والإخلاصه الأمير المؤمنين حضر السيد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وحسب السمور الأمير مولاي رشيد، وحسب السمور الأمير مولاي إسماعيل. صلاة العيد للمسجد لأهل فاس بالرباط صاحب الجلالة الملك حفظه الله. يقرأه محمد الجفان. وكما حضرت النشاط الخبرية المفصلة بمدينة طرجة وأقلم وعملات إقليم تزميت الحسيمة ويحتفلن بالاحتفالات المهرجانات. وكما ذكرت اللجنة المركزية فتحت اليوم بمدينة طرجة وأقلم وعملات إقليم تزميت الحسيمة ويحتفلن بالاحتفالات المهرجانات بالسنة الجديدة. المتهمين الليبيان اللي قدمت إلى حضرتكم السيد كريم العمراني وزير خارجية والتعاون، السيد عبد اللطيف الفلالي وزير خارجية الاجتماعية البرلمان، السيد الحسين بوكريج، السيد الحطافي بوحميد زولي خطاب على الهيد الدولية العربية المحتلة، السيد الحكومة تشكيل الحكومة البرلمان لوزير السيد محمد بن كيران. يقرأه محمد الجفان. وكما ذكرت اللجنة المركزية اللي فتحت اليوم بمدينة العيون والسقية الحمر والدال لحتى حضرة أساسية بالولايات المحتلة. وكما حضرت الخبرية المفصلة بمدينة العيون وسقية الحمراء والدهب. وكما حضرت النشاط الخبرية المفصلة بمدينة أكادير إمزيكان يحتفلون بالاحتفالات والمهرجانات. وكما ذكرت الاحتفالات والمهرجانات بمدينة أكادير. وإن الولايات المتحدة الأمريكية دافعة القوة العسكرية على جنوب لبنان انفجرت صباحة اليوم بمدينة الفلوجة 15 جندي أمريكي قتيل وأخيرا بجروح خطيرة. تنطر بالتغييرات المنتظرة في حالة الطقس أصلحت الجوية الوطنية خلال النهار اليوم والليلة القديمة.